كسبنا النهارده 3-0 الحمد لله. اللعيبه كانت رجاله النهارده، يمكن فيرت سبورتنج فريق محترم جدا، كنا قابلناه في المجموعه كسبنا ماتش وخسرنا منه ماتش. فالنهارده كنا مركزين جدا لان احنا محتاجين كل النقط دلوقتي عشان الترتيب الثمانيه بيفرق جدا في الماتشات اللي بعد كده البلاي اوف. فالنهارده يمكن احنا كان عندنا هدف ان احنا بنهاجم من نص الملعب اكتر، واللعيبه الحمد لله نفذت اللي كان موجود. يمكن الشوط الثالث كان فيه شويه تهاون شويه او عدم تركيز، بس الحمد لله قدرنا نتدارك الحكايه دي بكذا تغيير حصل في الملعب. الحمد لله ربنا كرمنا والماتش خلص 3-0. يمكن طبعا المنافسه اقوى، ومش فوق بس، يعني مش اهلي وزمالك بس، انا شايف المنافسه موجوده في الثمان فرق. انت دلوقتي تقريبا اي فرقه نازله مش مركزه معرضه انها تخسر في اي فرقه من الثمانيه. فطبعا المستوى السنه دي كويس جدا، وده طبعا هيعم على المنتخب بعد كده ان شاء الله. الحمد لله احنا نزلنا مركزين وعملنا محاضره كويسه على فريق سبورتنج ودرسناهم كويس، والحمد لله يعني ربنا قدر تعبنا، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الحمد لله 3-0. والله احنا المحاضره اللي عملناها هي بتخلي اللعيبه، بنتفرج على اللعيبه بتاعت النادي سبورتنج وبنشوف خطوط اللعب عامله ازاي وخطوط الضرب والكلام ده وزوايا الضرب، والحمد لله الفرقه درستها كويس والحمد لله احنا قدرنا نكسب يعني الحمد لله. والله المباراه كانت كويسه، المباراه مش سهله، احنا بقينا في الثمانيه الكبار، فكل ماتش ليه اهميته وليه مستواه، فالحمد لله ربنا وفقنا. يعني المستويات كلها قريبه من بعض، فده مخلي فيه منافسه اقوى من الدوري اللي فات. الدوري اللي فات كان فيه فرق فرقه كتير قوي عن الفرق الثانيه، فكان الموضوع ما فيهوش تنافس قوي، بس دلوقتي لا، فيه تنافس اقوى.